في خبر آخر، أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مواطنين اعتدوا على الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية. وأوضحت شرطة الرياض أن الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن اعتداء 4 مواطنين بالعقد الثاني من العمر على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض. وأكدت الشرطة أن ذلك بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. وقد تم القبض على المتهمين وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وجهت النيابة العامة بالتحقيق في حادثة إطلاق نار في أحد المحافظات التابعة لمنطقة الرياض نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 عاما. وأوضحت النيابة أن الجاني حدث يبلغ من العمر 14 عاما وجرى استجوابه وفقا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث، مشيرة إلى أن الجاني أقر بمسؤوليته عن الحادث. بعد الفاصل لنعود، ابقى معنا.